قلتنا غير مجنون. هاي اللحم، اللحم والعظام ذاك. البارحة ساعة بالسبعة وعشر دقائق تقريبا صار عندنا انفجار إرهابي بانتحاري سيارة ستاركس اللي انفجرت بهذا المكان مثل ما تشوفون. حصيلة الشهداء لحد الساعة 12 بالليل 13 شهيد و41 جريح. طبعا هذا المحل هو مثل ما تعرفون ويمكن صار معلوم هو محل شعبي يبيع فلافل، ودائما وقت المغرب الطفل الام تدز ابنها، الطفل يجي ياكل لفه، واغلبيه اللي راحوا هم اطفال بعمر الورود، يعني عمره يمكن سنتين الى 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 12 سنه مو اكثر. خلي يسمعون هذا اللي يتحقق، هذا اللي يتحقق. وانا طالع هو دخلك طالع انا طالع مو شفت وياي يا طبعا. احنا المتظاهرات اليوم طالعه اهل شفته متظاهرات سلميه على الحقوق مالتهم وعلى مطالبهم، ما رايدين شيء، كله شيء بسيط من عندهم، رايدين شيء بسيط، وهم قاعدين ورا ورانا واحنا حاميهم ظهرهم، احنا حامين ظهرهم لا اكثر ولا اقل. يعني شنو ذا واحد من عندهم جاء شاف المسؤول وشاف هاي الشهداء وهاي الجرحى، شنو شايف هاي شايفين نفسهم؟ سيطره مدخل ايش كبر ايش قد حاطنا بيه خمس شرطه، والله شنو واحد خوذته نازله، والله واحد شنو شيء عاقبه. عم الله ما يرضى، والله عمي عمي ما يخافون من الله. نعزي ضحايا شهداء شفته، وهذه الضحايا تمر علينا كل فترة وفترة لعدم حماية المسؤولين على المنطقة، من ضمنهم عامر الفوج الذي يتوالى على عقوبة الشرطة بدواعي وهمية، وهو من يريد يفتر بالشارع وبلاي حمايته 20-30 وخالي النقطة مال شفته بها 10 نفرات. زين إذا شرطي من الشرطة حاسب مسؤول يريد يطبل هذه ينقله لو يعاقبه، فهذا مو عمل. حرقت ايه دقيقة نعيد هذا من جانب السؤال من جانبي هاي السؤال هذا صاير بي التهابات قبل ما انتو تجوا قال فيدي الاسئلك هي برا اشتغل دور كل ما اروح منظمة يقول صور الهوية وطيني رقم التليفون صور الهوية وطيني رقم التليفون وبعد ما وين يعني ما صور يعني نحن لو بنوصل مادي نقدر نبيع بيت نقدر نبيع شغل بس هنا شم يعني
يعني هسه انا الله وكيل ماخذ من الجيران فلوس بالدين وعاد اصرف عليه. نوجه نداء لجميع المنظمات الإنسانية والدولية عدم إعطاء المبالغ إلى الحكومة العراقية، توزيعها مباشرة على النازح، أو هناك عند النازح عنده بطاقة سيم كارت، هذه البطاقة الذكية، توزيع إذا مبالغ أو شيء مباشرة إلى النازح. هذا نطلبه لأن ما جاء نحصل كل شيء، كل شيء ما نشوف. الحكومة العراقية ومنذ عامين لم تقدم مساعدات حقيقية للعائلات النازحة. في كثير من الأحيان تصل المساعدات من الحكومة إلى بعض المحافظات لكنها لا تصل للعائلات. مثلا قبل شهر وصلت مبالغ مالية لمحافظة نينوى ولم تصل هذا المخيم. المشاكل تتفاقم خاصة مشكلة الطعام.